اهلا وسهلا مع حضراتكم. احداث النهار طبعا بنستكمل معاكم النهارده الملف كله مخصص لقمه العشرين، قمه الاغنياء او في بعض السياسيين سموها قمه الحاكمه. طيب ليه بقى هي قمه الاغنياء او قمه العشرين قمه الحاكمه؟ احنا عندنا من يتحكمون في اقتصاد العالم. طبعا التحكم هنا مش اجباري ولكن بتوجيهي، هتكسب فين، هتستثمر فين، التعاون التجاري ما فين، مساعدة الدول النامية فين، وهكذا. القمة طبعا لا يخفى على العالم انها بتيجي في وقت صعب جدا اقتصاديا، هناك حالة ركود عالمي، يمكن احنا في مصر لمسنا الجزء ده. ومن ناحية تانية مصر حضورها بشكل كبير كضيف شرف له انعكاسات اقتصادية، يمكن في الساعة الأولانية اتكلمنا فيها بشكل مستفيض جدا مع ضيوفي سواء كان نائب رئيس المركز أو المجلس المصري الصيني دكتور مصطفى إبراهيم أو حتى دكتورة بسنت فهمي اللي هي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والخبيرة الاقتصادية. لكن الساعة دي حابين نتكلم على موضوع الشق السياسي، إيه الفوائد الاقتصادية أو السياسية بجانب الاقتصادية اللي ممكن تنعكس على مصر وفي نفس الوقت يعني يكون نتائجها أو اللي ممكن يحدث من وراء هذه العلاقات الثنائية أو السياسية ناتج يفيد مصر، خاصة في إحنا من حوالي لو فاكرين الصورة من بعد 30 يونيو في 2013 كنا عاملين إزاي، فالصورة اليوم اتغيرت تماما خالص. بيشرفني يكون معايا الحديث عن النقطة دي طبعا أستاذنا والصديق على المستوى الشخصي جدا دكتور مختار غباشي، طبعا نائب رئيس المركز العربي للدراسات. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ، نورتنا يا فندم، سعيد بلقائي معاك. ربنا يخليك. واتعشى ما يكون كلامنا خفيف. لا احنا متعودين دايما يكون كلامنا في الصميم وثقيل الظل وما يزعلش حد طالما ان احنا يعني في اطار حب الوطن. صحيح، يعني مفيش كلام. على الرغم ان في ناس كده بتتبنى مواقف انها تكون مدافعه للوطن، فبعتقد ان الوطن مش محتاج حد يدافع عليه، محتاج حد يحبه وينميه. صحيح، يعني مش موضوعنا دلوقتي، في ازمات كتير هنتكلم فيها الالبان وغيره. بس اللي عايز اقوله النهارده كان ليك تصريح او انت سميتها قمه المتحاكمين او القمه الحاكمه. ليه سميتها القمه الحاكمه؟ لانه عندما تتحدث عن 20 دوله من اكبر اقتصاديات العالم ومن اكبر السياسه في العالم، يبقى القمه الحاكمه. القمه الحاكمه سياسيا والقمه الحاكمه اقتصاديا. وانا مع التوجه أن السياسة هي من تصنع الاقتصاد وليس الاقتصاد هو من يصنع السياسة، بمعنى أنه مش هينفع تعمل اقتصاد. ينطبق كلامك ده على موضوع السياحة، أنت كنت من أول الناس اللي قلت مشكلة السياحة مشكلة سياسة مش اقتصاد. صحيح، وانه ان انت بشكل او باخر اذا لم تكن هناك حسن سياسه بينك وبين الدوله اللي انت بتتعامل معاها مش هتجيب لك اقتصاد. لا هتجي لك باستثمار، يعني احنا متخاصمين زعلانين، هتجيب لك استثمار ازاي وهتسمح لرجال اعمالها بيجوا لك ازاي؟ ده انت سقطت الطائره في ظل علاقات خاصه بينك وبين دوله زي روسيا، عندك ازمه في السياحه لغايه النهارده بسبب سقوط هذه الطائره. اوعى تفهمني انه ازمه السياحه دي مرتبطه بسقوط الطائره دي، لا، انا وجهه نظري لها توصيف سياسي. فانت بشكل نفس الامر ينطبق على ايطاليا، ونفس الامر ينطبق على ايطاليا، نفس الامر ينطبق على المانيا، الولايات المتحده الامريكيه. فانت وانت بتتحدث عن قمه 20 بنفس هذا المستوى، وان تقول ان انا رايح هذه القمه بغرض تسويق نفسي كاستثمارات، اقول لك ممتاز، ان انا هتكلم عن اقتصاد وهتكلم ان انا عندي مناطق واعده من الممكن ان هؤلاء الدول يجي يستثمروا فيها، اقول لك ده كله كويس جدا. لكن انت في الاول وفي الاخر انت رايح اللي هتسال وهيبحث من خلال هذه القمه الاطر السياسيه، قبل ما هيقول لك انا هجيب لك استثمار هيقول لك حاله الصراع السياسي اللي موجود دي اخبارها ايه. طيب الوضع داخل ليبيا ده وصل لمرحله ايه؟ طب الوضع في العراق او اليمن او سوريا اخباره ايه؟ طب القضيه الفلسطينيه بالنسبه لك هذه الجهه متوتره ولا لا؟ دي اسئله لازم هتطرح. والدليل على ده ان النهارده بس اوباما بيصرح بان الفجوه واسعه بيننا وبين روسيا فيما هو مرتبط بالساحه السوريه. صحيح. اليات الساحه السوريه، واذا انت بتتحدث عن قمه الحوار اللي دار جانبي او دار ثنائي او يبدو دار انه غطى على او كان يعني نقدر تصريحاته قويه جدا مقابل الاقتصاد. مقابل الاقتصاد هو حوار سياسي، لكن لان هذه القمه هتتكلم في اقتصاد بعام، اقتصاد بعمومياته يعني، وهي تضع توصيات في النهايه، بتدي توصيات عامه. احنا هنساعد الدول الناميه،
احنا هنخصص كم مليار دولار أفريقيا. للاستثمارات في افريقيا، وفي النهايه ما تلاقيش هذه الاستثمارات وتبقى خاضعه في النهايه لاليات التعاون الثنائي واليات العلاقات الثنائيه. يعني عندما اتحدث عن الصين وعلاقتها بافريقيا اقول لك الدوله الاعظم اللي في فرق بينها وبين الولايات المتحده الامريكيه في حدود 90 مليار دولار، في 250 شركه من كبريات شركات الصين. الدوله الاولى على العالم في استثمار في افريقيا وحصدا لخيارات افريقيا 210 مليار دولار. ويكفي ان الصين توربونات سد النهضه واليات تمويل سد النهضه جايه من الصين. فانا اذا ما استثمرتش زيارتي للصين في ان انا اتحدث مع الرئيس الصيني ليس في استثماراتك اللي موجوده داخل القاره اللي انا من المهم ان يكون عندي جزء منها، ولكن في اليه تسويه موضوع سد النهضه. انت على مدى سنتين شفت الرئيس الصيني 4 مرات بالنسبه للرئيس السيسي صحيح، بس لمصر صحيح، بس انا بشكل او باخر وفي زياره من ضمن الرئيس الصيني عندنا عمل 21 اتفاقيه وقعها معاك واتكلم في 15 مشروع ب 15 مليار، لسه ما بداتش مشروع واحد فيهم في الاول وفي الاخر. يعني انت في النهايه بص يا ايمن، خلينا عشان نبقى واقعيين وناس مشاهد بيسمعنا في العلاقات. احنا عملت مؤتمر شرم الشيخ، نسبة الحضور واليات مارس. الحضور اللي كانت موجودة فيه الناس اتكلمت بمليارات بعد كده، واتضح ان كل هذا المؤتمر عبارة عن مذكرات تفاهم ومذكرات تفاهم ده دردشة بيننا وبين بعض، بس بنحط الدردشة دي في ورق. امتى نحول هذا الامر الى امر واقع؟ عندما يكون هناك خطابات نوايا. ده اللي شفناه مع شركة سيمنز الالمانية في الثلاث محطات كهرباء. هنا انت شركة جت وقالت لك انا شركه هقدر استثمر عندك بكم مليار، انا هقدر ابني لك ده بيسوي كذا، يلا نوقع مع بعض، يلا ابدا. هنا يبقى انا هنا حولت الكلام والحوارات الى خطابات. حولت نوايا. السياسه الى اقتصاد. انا وجهه نظري النجاح في السياسه يحقق اقتصاد وليس النجاح في الاقتصاد يحقق اقتصاد. طيب في المضمون بقى الرئيس السيسي قبل 5، اولا طبعا الرئيس الصيني، وبعدين الارجنتين، وبعدين بوتين، وبعدين ميركل، وبعدين صندوق النقد الدولي، وكوريا الجنوبيه. وكوريا الجنوبيه 6 وكوريا الجنوبيه 6 من 20. 6 من 20. هقول لك هو بالتاكيد في حوارات دارت هتدور ما بينهم وبين الاخرين. انت بتتحدث في مؤتمر بهذه القمه، وبتتحدث في جلسات استراحه، وبتتحدث في غداء عمل، وبتتحدث في بالتاكيد. لكن في فرق بين اجتماعات مرتبه سلفا وجلسات بنقعد نتكلم فيها، وفرق بين حوارات بتتم على جنب. يعني ممكن يتم 5 دقائق بين الرئيس السيسي وبين مثلا اوباما، او بين الرئيس السيسي وبين الرئيس الفرنسي، يكونوا اهم من ساعتين بيقعدهم قعدتهم رئيس السيسي مثلا مع رئيس دولة آخر. ليه؟ لأنك أنت في الأول وفي الآخر وانت من وجهة نظري في ظل المنطقة الساخنة اللي احنا عايشين فيها، في ظل واقع الاستقطاب الإقليمي والاستقطاب الدولي اللي انت كنت بتكلمني فيه، في ظل لسه هكلمك فيه صحيح في ظل هذه القضايا اللي مش بإيدك، مش بيد العرب منفردين حلها، مش بإيد العرب حاجة من هذه القضايا. من الطبيعه اللي سوريا اليمن العراق ليبيا الى اخره الفلسطيني الى اخره، ده لازم هيطرح سؤال في هذا النطاق. اما ان هيطرح سؤال منك على الجهه الاخرى في اليات الحل، او هيكون هناك استفسار او استقصاء من الطرف الاخر ليك في رؤيتك لهذه القضيه ايه واليات التعاطي معاها ايه. وانا متصور انه ده الشيء الاهم لهذه القمه. برضو في حاجه بس عايز اقولها قبل ما نكمل بس في المضمون. لو نفتكر احنا كنا عاملين ازاي 2013 بعد 30 يونيو والمشهد وكان الدنيا، ودلوقتي احنا هل نعد النهارده مشهد مغاير تماما مع الدول الحاكمه بنفس المصطلح اللي انت قلت استعملته؟ مشهد مغاير لكن ينقصك علامات استفهام. علامات الاستفهام انت رحت عملت قناه السويس وعملت شرق التفريعه، ولما عملت قناة السويس كنت عملت قناة السويس وشرق التفريعة بأغراض محددة حصرا عشان بس نبقى وكل الاقتصاد بيتكلموا فيها. انت عايز مشاريع تموين سفن، وعايز مشاريع صناعة حاويات، وعايز تجارة ترانزيت، وعايز تعمل مناطق صناعية، وعايز الكلام ده كله. لغاية النهاردة في دول مترددة انها تجيلك، لازم تطرح السؤال لنفسك ليه. ده سؤال. الجزئية الثانية انه مفيش شك، والدليل اجتماع الرئيس اليوم برئيس صندوق النقد الدولي، عندي مشاكل مرتبطة بالاقتصاد، الفرق بين الدولار والجنيه وهذا الصعود المهين بالنسبة للجنيه المصري مقاله الى فين؟ مفيش كلام. آليات تحكمك في السعر الداخلي، العجز التجاري بالنسبة لك، انت بتتحدث عن 97% من دخلك لخدمة الدين اللي موجود داخليا وخارجيا، يعني ومصاريف ورواتب. فانت عندك هذه الاليات هي محط بالتاكيد اسئله واستفسارات كثيره جدا، لكن
الدنيا مختلفة، انك انت ما زلت مسيطر بدرجة كبيرة، لكن عندك شكل من اشكال الصراع ما زال موجود لم ينتهي بعد، وان بالتأكيد ما قال هذا المسألة هتكون اسئلة برضو، الصراع ده الى اين ومتى سوف ينتهي؟ مين اللي عنده اجابات الاسئلة دي؟ اللي عنده اجابات على ده بالتأكيد هيكون الرئيس السيسي، هيكون عنده إجابة على ده. يعني عندما يطرح سؤال، لأن قضيتك مش فتح الباب، قضيتك عندما تفتح الباب متى تغلقه وهل تتحكم في إغلاقه ولا لا، هي دي مشكلتك. يعني مشكلتك في القضايا مش ان انا اتكلم عن القضيه الفلسطينيه، او ان انا اتكلم عن وضع داخل الساحه الليبيه، او ان انا اتكلم عن صراعي مع الميليشيات او الجماعات الارهابيه في شمال سيناء. انا قضيته انا بتحدث عن هذا الموضوع، لازم يكون عندي سؤال في وجاهه كبيره جدا واجابه صريحه، متى سوف يغلق هذا الملف؟ واذا اغلق هذا الملف انا من وجهه نظري انت حليت 50-60 ان لم يكن 70% من مشكله استثماراتك. يعني في كل الأحوال إذا كان الاختلاف هو ده طبيعة البشر، فهو اختلاف حوالين حب الوطن أو حوالين هدف الوطن. صحيح. فإذا كان جزء كبير جدا أو جزء من الاقتصاديين مش راضيين فده طبيعة الاختلاف، جزء برضو من السياسيين مش متفقين مع الموجة العامة فده برضو طبيعة الاختلاف، ولكن الهدف الوحيد هو حب الوطن. صحيح. هو نماء الوطن. صحيح. هو ان يكون ده على راسنا من فوق مصر وتبقى نقول كده ايه في عين الدنيا. صحيح. طيب. وهو ده الهدف الاسمى والرئيسي يا ايمن. بص، عندما تتحدث عن مصر دولة الالتزام في المنطقة، اكبر جيش في هذه المنطقة، منطقة الشرق الاوسط او المنطقة العربية، تلت عدد سكان العالم العربي، الدولة المحورية القطرية، تقول لا انا الدور المصري لازم يبقى اكبر من كده سياسيا، ولازم يبقى دور الى حد كبير جدا رائد اقتصاديا في هذه المنطقه المحيطه به. هو كلامنا كله بينصب عند هذه الدائره. لان انت تشعر بالغيره عندما تنظر الى ماليزيا، وتشعر بالغيره عندما تنظر الى كوريا الجنوبيه اللي كان الرئيس مجتمع فيها اليوم، كانت نفس حالتك ونفس الفقر ونفس البتاع. الصين ذات نفسها 30 سنه من 30 سنه. وتشعر بالغيره وانت تتحدث مع رئيسه الارجنتين او رئيس الارجنتيني او البرازيل، دي كلها دول تشعر بالغيره معاها عندما تنظر الى حالها وتنظر الى حالك. الرئيس قبل ما يزور الصين كان في الهند، الهند انطلقت معانا في نفس توقيتنا، وكنا احنا دول عدم كنا عدم الانحياز في الخمسينات والستينات، والقطبين الرئيسيين الرئيس عبد الناصر وجواهر لانهرو اللي هو رئيس الوزراء الهندي في ذلك التوقيت. شوف الهند النهارده فين وانت فين، صعدت الى الفضاء، انتجت القنبله النوويه. يتحدث فاروق الباز في احدى محاضراته في دار الاوبرا المصريه، يقول عشت زمان كنا نتهكم فيها على الانسان اللي مش فاهم، تقول له انت هندي. الان قريه في الهند انتاجها من برمجيات الكمبيوتر 14 مليار دولار سنويا، اتمنى ان اكون هنديا. ده كلام فاروق الباز. لا، وبعدين معروف اللي سافروا برا مصر يعرفوا قد ايه الهنود اكتر ناس شطار في الداتا والكمبيوتر والحاجات دي كلها. فين؟ خلاص بالبرمجيات. انسخ بقى التجربه دي وهات عندك. طيب انت قلت حاجه النهارده الصبح. قلت هناك حاله من الاستقطاب الدولي والاقليمي وكل القضايا ملهاش حل. استقطاب الدولي والاقليمي ايه معنى تفصيل العنوان ده؟ معنى ايه؟ معنى انت في ظل القضايا اللي انا تحدثت عنك معاها في بدايه الحلقه، الوضع في العراق او الوضع داخل الساحه السوريه او الوضع داخل الساحه اليمنيه او الوضع داخل الساحه الليبيه او تعطيل انتخاب الرئيس اللبناني، خلي بالك لان دي قضيه برضو شائكه، او القضيه الفلسطينيه. السؤال يا ايمن اللي بيطرح نفسه في هذا النطاق، هل هذه القضايا بيد العرب منفردين حلها؟ هل يستطيعوا العرب منفردين حل هذه؟ طيب تمام. هل هم اصحاب المبادره في طرح الحل فيها؟ لا. السؤال اللي بيطرح نفسه ايضا بنفس هذه الاجابه، وانا لما حدثتك عن تعطيل انتخاب الرئيس اللبناني علي اكبر ولاياتي، وهذا الكلام انا قلته مرات عديده في وسائل الاعلام، قال قدر ايران محتوم في 4 عواصم عربيه، وصعب حل معضله من معضلات هذه العواصم الا بالحديث مع ايران، بغداد، دمشق، صنعاء، بيروت. اديني قضيه من الدول الاربعه دي تستطيع انك انت تملك اليات الحل فيها بدون ما تقول لايران تعالي ايه المشكله. هو دي حاله الاستقطاب الاقليمي. لو انت نظرت الى الساحه السوريه وما يحدث فيها، الساحه السوريه اصبحت لها جيوش على الارض. صح. مش صراعات دول لمصالح، لا، لها جيوش، لها عساكر، لها اليات مسلحه على الارض. تركيا لها على الارض، فرنسا
على الأرض، الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض، روسيا على الأرض، الصين وهي دولة مساندة لروسيا. طيب. فوجئنا بأن لها قوات مساندة للولايات طلعت بطلعات داخل الساحة السورية على الأرض. فأنت بتتحدث إيران طبعا لها قوات على الأرض، فأنت بتتحدث هذه الدول التي دخلت دولة عربية بقوات مركزية على الأرض وبدأت مرحلة تطهير مدن أو تفريغ مدن إن صح التعبير. لما تقرأ عن دارية، هذه المدينة التي هجرت سكانها من الأهل وهجرت سكانها من العرض ومن أي شيء، دولة يعني ما فيش فيها أي حد عايش فيها، وهناك ترتيب لتهجير مدينة معظمية الشام، وهناك ترتيب لتهجير مدينة الوعرة، وهناك تغيير ديموغرافي في هذه المنطقة، دور العرب فيه إيه؟ هل يملكوا آليات حل أو طرح مع هذه القوى؟ فدي حالة الاستقطاب الإقليمي وحالة الاستقطاب الدولي، إنك أنت قضيتك عربية وفي أرض عربية وبيد عربية ومش بإيد العرب طرح، لا طرح حلول فيها ولا وضع حلول ليها ولا وضع آليات حل ليها. عشان كده أنا من وجهة نظري إن كل زياراتك إلى الخارج هي زيارات إلى حد كبير جدا تحمل في طياتها ملفات ضخمة وزيارات شائكة، لأنك أنت عظمت هذه الزيارة أنك أنت تخرج بحلول أو تخرج بأطروحات. إذا كنت أنا مهموم بالأمن القومي السوري ومهموم بالحفاظ على كيان هذه الدولة والأمن القومي الخليجي والأمن القومي العربي الخليجي والأمن، آليات الحفاظ على الأمن القومي السوري إيه دلوقتي؟ النهاردة سوريا، النهاردة بنتكلم عن ائتلاف شمال سوريا وبنتكلم عن دولة اتحادية وبنتكلم عن دولة فدرالية، دولة كردية وغيره وغيره، ويعني تقسيم نقدر نقول عقائدي، ده تقسيم عقائدي وتقسيم إثني، وده التقسيم الأخطر. يعني التقسيم المكاني لما يقتطع مكان تقدر تقول إيه تقسيم محكوم، لكن عندما يكون التقسيم عقائدي داخل الدولة زي التقسيم اللي موجود في العراق زي ما حصل في الثمانينات في الحرب اللبنانية الداخلية، يعني بس لبنان اجتاحت ده بامتياز. يعني النهاردة العراق، النهاردة كردستان العراق تكونت ثم ضمت إليها كركوك، ثم تتحدث الآن عن الموصل وتتحدث عن سهل نينوى وإنه تستفتي كردستان العراق في ضم هذه القطع إليها مرة أخرى، ثم شريط السن الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالة بيتحدث عن خلق يعني بس عشان ما فضش فيها، كردستان العراق كانت واخدة نقدر نقول كده حكم سوري شكلي وقت صدام، يعني ما كانتش حكم ذاتي إلى حد ما كده، يعني وقت صدام بس يعني صدام كان محجمها، يعني هي تبدو حكم ذاتي لكن هي جزء من الدولة العراقية، يعني ما كانش مديها. النهارده دلوقتي خلاص بقى الملأ مختلف، النهارده البشمرجة هو الجيش الكردي والبشمرجة بياخد الياته المسلحة بشكل مباشر، وكردستان العراق بتصدر البترول بشكل مباشر. طب هل من مصلحة الدول دي، ممكن نقول دول حاكمة يعني اذا كانت هي يعني ما فيش حد منعزل، والقمه دي كان من ضمن كلامها المهم جدا ان هو الشراكه في المكسب او الشراكه ان كانت التعاون، يعني مصلحتها قوه مصر في المنطقه مصلحتها قوه مصر لو متناسقه مع سياستها، لكن مش من مصلحة دولة أنت لا تتناسق مع سياستها أنك أنت تبقى قوي، ده لوجيك وده الطبيعي. يعني الولايات المتحدة الأمريكية أنت لك خصوصية علاقة معها، علاقة استراتيجية هامة في تصريحات كل الساسة المصريين وتصريحات كل الساسة الأمريكان، لكن في وقت من الأوقات توترت علاقتك ولوحت وقالت لك البند المساعدات الاقتصادية السنوية المليار و300 مليون دولار أنا ممكن أحوشه، برغم أن حجم التعاقدات اللي بينك وبين البنتاجون الامريكي الى حد كبير جدا، وحجم التسهيلات النقديه اللي انت واخدها مش واخدها اي دوله في العالم بما فيهم اسرائيل. اقرا كيف تتعامل مصر مع شركه جنرال دايمانكس ولوكهيد مارتن شركه صناعه الطائرات، وما هو سقف التعامل التمويل التدفق النقدي اللي موجود والتعاقدات التي ابرمت، انا مش عايز اتكلم فيها، لكن هذا الموضوع في حد ذاته يديك خصوصية علاقة شديدة بين الجانبين، ورغم ذلك توترت علاقتك بها في وقت من الأوقات وتم التلويح بقطع المساعدات الاقتصادية العينية الملموسة وقطعت عنك في فترة من الفترات، وزارك هنا جراهام لندساي وجون ماكين عضوي الكونجرس الأمريكي وتحدثوا حديث فيما هو مرتبط ب 30/6 و 3/7 وكيفية تعاطي الحكومة معاها، وراحوا الولايات المتحدة الأمريكية وحصل توتر للعلاقة. ليه؟ لأنك أنت إلى حد ما وصلت إلى مرحلة أنك لم تساير علاقتك بالولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتك بالولايات المتحدة الأمريكية ليست مرتبطة بالتسهيلات اللي هي مديها لك ولا التسهيلات اللي أنت مديها لها، إن سقفك مفتوح لطائراتها وإن قناة السويس معبر مهم جدا لبواركها الحربية وغيره، وإن ده كلام معروف، لكن مرتبط
بإسرائيل وآليات الهدنة والتهدئة معاها، ومرتبطة بموقفك من القضايا العربية والموقف العربي، ودي كلها مسائل يعني يطول شرحها يا أيمن. صحيح. طيب خليني برضو أسألك في تصريح اتكلمت فيه النهاردة برضو الصبح، قلت لابد من الاستفادة. أنت بتحوش لي ليه بس من قمة العشرين؟ بحاول بس إيه افكر الناس باللي انت قلته في نفس الوقت، يعني ايه بتخوفني لو في حاجه غلط صححها. طيب خلاص. انت قلت كمان الاستفاده من قيمه 20 وبحث اطر جديده. ازاي نستفيد منها؟ شوف ازاي نستفيد منها. انا رايح لقمه العشرين ورايح في ذهني امرين، سياسه واقتصاد. خلي بالك اقول لك بالسياسه بما طرحته معاك، باقتصاد انا عندي طموح لاستثمارات عندي. الطموح للاستثمارات اللي عندي دي هناك مخاوف موجود بشأنها في الخارج، فيما هو مرتبط بالتعقيدات الإدارية اللي موجودة عندك بشكل كبير. التعقيدات الإدارية دي فكت ولا حلت؟ لأن هناك في الخارج يا أيمن بيقيسوا المشروع بإجراءات ويقول لك أنا المشروع هيتعمل عندك له ثلاث إجراءات، واحد هنا، اثنين هنا، ثلاثة هنا. في مصر يوم يا ويمين يعني خلاص. في مصر أنت بيقاس المشروع بتأشيراته بتوقيعاته، فعندك وبيقاس المشروع بعقول من يوقع عندك، يعني الموظف اللي بيوقع عندك بتعقيداته الإدارية هو أحيانا ممكن يسألك أسئلة يخلي المستثمر يهاجي من عندك، يعني مجرد طرح الأسئلة مش مجرد أن يعقد إداري. فاللي أنا عايز أقوله أنك أنت محتاج تسوق نفسك ببراعة. فقمة العشرين دي بالنسبة لي أنا كمصر من خمس دول نامية حاضرة فيها مع العشرين دول الكبار، من الأهمية أن أنا أسوق نفسي فيها جيدا. هذا التسويق يكون اقتصادي، كيف أجذب أو كيف يعني أستقطب قوة اقتصادية كوريا الجنوبية. أنا محتاج أن أنا أجيب صناعاتها تيجي عندي في شرق التفريعة أو في قناة السويس، مهمة جدا بالنسبة لي. محتاج بشكل أو بآخر أن أنا أتحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومتحدث مع ألمانيا، ومتحدث مع فرنسا وأعمق علاقاتي بها. فرنسا شيء علاقتي بها طيبة. محتاج بشكل أو بآخر إيطاليا، أهدئ من مشاكل اللي موجودة بينها. صحيح هناك بدأت يكون في انفراجة بسيطة بحكم أن تم تكليف الملف للنائب العام بشخصه، وان النائب العام هيسافر في 9 سبتمبر اللي جاي الى ايطاليا للاجتماع بالنائب العام الايطالي لبحث مشكله روجيني، وانا عاقبت على هذا الجزئيه تحديدا وقلت دي بدايه انفراجه للمشكله المزمنه بين الجانب الايطالي والجانب المصري، انك انت حطيت الملف في قمتي السلطه القضائيه في الجانبين، فخلاص المشكله حلت بالنسبه لك. طيب. أو نسبه كبيره حلت. طيب يعني حضرتك يعني خيط او لضمت ربط ما بين السياسة والاقتصاد، وإنه الآن في هذه الفترة العالم سياسيا ناجح، فأنت بتجر معاها عجلة الاقتصاد أو بتسير معاها عجلة الاقتصاد. طيب لما الرئيس الصيني يقول مثلا اقتصادي دلوقتي منعطف دقيق وإحنا مشروعاتنا على مصر هنبدأ فيها، الياباني نفس الكلام المشروعات بتاعت مصر هنبتدي فيها قريب جدا، ونفس الكلام ينطبق على كوريا الجنوبية. القمة دي وحضور مصر فيها، هل هو نقدر نقول كده ساهم في دفع المشروعات دي انها بسرعه تنفيذها ودخولها الاجواء المصريه، برغم ان انت داخليا يعني مش يعني ما بنقولش حاجه مش موجوده داخليا الى حد ما، بيروقراطيه عندك لسه مش مظبوط. ما انا هديك مشهد اهو، وشوف انا قدامي اهو واحد في زياره رئيس الصين الاخيره 21 اتفاقيه ومذكره تفاهم اثناء زيارته للقاهره، تمام كده، منها انشاء القطار الكهربائي بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان، منها 130 عربه قطار، منها ارصفه ميناء الاسكندريه، منها هتصلح صرف الصين بينك وبين الصين في الوزاره الاخيره، منها قناه السويس وصناعه البتروكيماويات والغيره. كل هذا الموضوع الاطر ده قل لي الياته ايه على ارض الواقع، ايه الملموس، ايه اللي بدا. هو اتفاقيات عقدت لكن ما زالت معطله، اما الطرف الاخر بيشوف نظامه بيشوف هو بيفكر في ايه، واما انه ما زال قلق من الوضع الداخلي، واما انه محتاج بشكل او باخر انه تدوله عنصر اطمئنان اكبر. بمعنى ايه؟ بمعنى اننا من وجهه نظري ان هذه الزياره تاتي للرئيس السيسي وعندما يجتمع بالرئيس الصيني هو تفعيل لما تم التوقيع عليه يا ايمن، مش انت مش هتوقع على جديد. صح. يعني انا عندي 21 اتفاقيه اللي انا وقعت اللي وقع عليها رئيس الصيني في القاهره، انا محتاج بس افعلها اهو. انا اديت لك المشاريع تبدا بقى القطار الكهربائي اللي هو مدينه سلام للعاشر ده بس نشوفه واحنا ماشيين، نبدا نشوف الكباري اللي بتتبني، نشوف الارض اللي بتتعمل، نشوف الكلام ده. فانت محتاج انك انت تفعل ده. لو انا نجحت بان انا احقق
هذه المعادلة، وهي معادلة صعبة إلى حد كبير جدا. أقدر أقول لك إن أنا بالتأكيد ساهمت، أو كانت هناك مساهمة كبيرة جدا لزيارة مصر لقمة العشرين، مفيش كلام. طيب خليني برضو أسألك في حاجات بقى، البروتوكولات اللي بتهم قوي المشاهدين كده على سبيل تثير انتباههم أكتر وأكتر. رئيس سيسي قابل رئيس صيني، قعدوا مع بعض، قعد مع الأرجنتين وميركل وبوتين صندوق النقد كوريا الجنوبية. لما جه قعد حتى في حفل العشاء كان على شماله بوتين، على يمينه ميركل، أردوغان كان بعيد جنب الأرجنتين وفرنسا تقريبا. فالحاجات دي كلها احنا طبعا لما جه وقف اتصور كان جنبيه محمد بن سلمان اللي هو ولي العهد السعودي. الحاجات دي، الصورة دي بترسم ايه انطباع عند المواطن المصري، خاصة في حفل العشاء لما كان جنبه ميركل وبوتين؟ شوف، وطبعا في حوارات زي ما انت قلت كده اللي بتاعت الخمس دقايق. شوف، يعني بتديك ايحاء بانه في الافق بوادر انفراجة، وانه هناك اهتمام بوجودك. يعني انت عندما تكون بين هؤلاء الزعماء او العظماء اللي حاضرين قمة العشرين، يبقى اكيد في تقدير للقيمة مصر في هذا الاجتماع، وفي تقدير للحوار مع مصر فيما هو مرتبط بقضاياها، وفيما هو مرتبط بقضايا المنطقة، وفيما هو مرتبط بالعلاقات الثنائية ما بين الجانبين، ما فيش شك. وعندما تتحدث عن أنجيلا ميركل تحديدا يا أيمن، أنجيلا ميركل أنت بتتحدث عن ألمانيا، الدولة القاطرة للاتحاد الأوروبي. طيب الدولة أكبر دولة قبلت أو استقبلت على أرضها اللاجئين، والدولة الأولى على مستوى العالم اللي حلت وجدت حل. صحيح. للاجئين. صحيح. الدولة صاحبة التصريحات النارية، خلينا أقول لك فيما هو مرتبط بالواقع العربي وواقع اللاجئين، وحتى على يعني ميركل لها تصريح مثلا مرتبط بأن السعودية تجني سنويا 20 مليار دولار عوائد من موسم الحج والعمرة، ليه ما ينفقش هذه الأموال مثلا على فقراء المسلمين وعلى فقراء الدول الإسلامية؟ ميركل قالت هذا الكلام من ضمن هذا التصريح. ميركل قالت إن وهي تخاطب شباب مدرسة ليها، إن أنا أخاطب هؤلاء المدارس، عليكم أن تشعروا بالعزة لأن أرضكم فتحت لاستقبال أطفال وتأوي أطفال شاردين هائمين من العالم الثالث ومن العالم العربي، في ظل دول غنية وفي ظل دول تمتلك أموال. فيه تصريحات نارية. فميركل بالذات أنا من وجهة نظري، لو هي 3 مليار دولار لتركيا برضو كان ليها مشاركة فيها عشان خاطر تأويل 3 مليار يورو. يورو. طبعا. واتفاقية. وخلينا أقول لك إن بخصوص تركيا أو إيران أو غيره، يعني لو سألتني رأيي أقول لك أنا أتمنى على إن علاقتنا نكون هناك حوار أو حديث أو تفاهم بيننا وبين القطبين دول، لأن دول هيخدموا جزء كبير جدا من قضايانا، وأتصور أن هيساهموا في حل جزء كبير جدا من المشاكل الموجودة. طيب من ضمن برضو كلامك انه قلت ان مشاركة ده من يومين، مشاركة مصر في قمة العشرين اعترافا بقدرتها. ايه القدرة اللي مش بكلم على الصين؟ طب انا اعمل ايه معك؟ يعني اجي لك تاني مثلا ولا ما اجيلكش تاني ولا اعمل ايه؟ طيب ما تكلمش على ما تيجي. لا لا لا. خلي الكلام معايا. ايه القدرة اللي شايفينها الدول دي في مصر اعترافا بقدرتها؟ انت قلت ايه القدره؟ احنا اتفقنا بصرف النظر عن العوارض اللي احنا بنتحدث فيها. يعني انت بتعمل ولا ما بتعملش، انت عامل حاله تمحور لنفسك ولا لا. لكن مصر برضو اعيد لك، تلت عدد سكان العالم العربي، دوله الاتزان الهامه جدا في المنطقه العربيه، الجيش الاكبر والاقوى بفضل الله في المنطقة العربية، تصنيفه رقم واحد على العالم العربي ورقم 12 على العالم إلى حد كبير جدا. يعني تعافيها اقتصاديا وتعافيها سياسيا، وأقصد بالتعافي السياسي مسائل كثيرة جدا مرتبطة بالنطاق الديمقراطي الداخلي، مرتبطة بشكل الحريات، مرتبطة بالتعاطي مع ملف الشباب المحبوسين وغيره. دي كلها ملفات إلى حد كبير جدا خلقلك بعد المشاكل اللي موجودة في الخارج، وخلقلك بعد الضجر اللي موجود في الخارج. وشفنا تصريح البرلمان الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني فيما هو مرتبط بآليات وغيره. فأنت كلما تعافيت من ده انت هتأدي دورك بدرجة كبيرة جدا. فحضور مصر لقمة العشرين وسماع وجهة نظرها واستقصاء آرائها في القضايا والحديث معاها عن وضعها الداخلي وعن مشاكلها الاقتصادية هام جدا للدول الكبيرة والعظمى. لان انا وجهة نظري
حتى وإن لم يفعل ده دلوقتي بوابة مهمة جدا للعالم لهذا العالم ولهذه الدول الحاكمة إذا أرادت أنها يعني تتواجد في العالم العربي وتتواجد حتى في القرن الأفريقي بقوة كبيرة. لابد بوابة مصر بوابة مهمة جدا ليه. وحتى إفريقيا يعني دلوقتي هناك تنافس أكثر الاقتصاديين حتى المهتمين بالشؤون الاقتصاد الأفريقي يقولوا التنافس الآن أصبح هناك غيرة من كيب تاون من جنوب أفريقيا تجاه مصر على اساس الاقتصاد كان يعني اقتصاد افريقيا كان مغطي عليه جنوب افريقيا هي المسيطره وهي نقدر نقول هي البوابه بس البوابه الخلفيه يعني صحيح. خلي بالك الساحه الافريقيه دي ساحه منافسه شديده لان ما زالت هي ساحه الاستهلاك الاكبر في العالم وما زالت الى هي محط استقطاب للقوى الاقليميه والقوى الدوليه لهبوط شركاتها فيها ولاليات المنافسه فيها ولضمان اصوات على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي منها. انت خسرت قرار صادر من الامم المتحده ورئاسه منظمه اليونسكو باصوات من افريقيا. فاروق حسني عندما كان مرشحا في المرحله الاخيره امام المرشحه البلغاريه تنزانيا ورواندا نجحوا البلغاريه وسقطوا فاروق حسني وهم صوتين من افريقيا وصوتين من حوض النيل. عندما كان هناك اجتماع لمجلس الامن وكان مطلوب 9 أصوات لتمرير قرار صادر من لمصلحه القضيه الفلسطينيه قدرت تجيب 8 أصوات والصوت التاسع كان نيجيريا تحفظت وتعلقت وما ادتهولكش صوت من افريقيا. فانت افريقيا بالذات ولو تحدثت على كثير جدا من الساسه اليهود فيما هو مرتبط بحجم التغلغل الموجود داخل الساحه الافريقيه وتعميق علاقاتهم بها يقول لك احنا بنكسب ارضيه وبنكسب تسويق منتجاتنا وبنكسب شركات موجودين هنا 20 شركه من كبريات شركات السلاح الاسرائيلي على راسها شركه تيلرات موجوده في اثيوبيا. ده غير مش سلاح بس يعني هم الاتصالات وغيره ده يعني شغالين شركات اتصالات اللي في افريقيا وتجاره الماس ملوك الماس وملوك الالماس في الساحه الافريقيه خصوصا في ناميبيا وفي زيمبابوي وغيره من الدول دي يهود هم اللي مسيطرين عليه. فانت النهارده الساحه الافريقيه بالنسبه لك كثير جدا واحد سياسي قالها يعني كانت تشكل ليك في وقت من الاوقات ظهير مهم جدا صح. الان هي بتشكل ليك شوكه انت محتاج انك انت تنزع هذه الشوكه طيب. وتعيد صياغتها. سؤال فيه. سؤال تاني برضو وده يمكن بعض الاقتصاديين قالوا لنا عليه برضو انه في دول من الحضره ضد مصر من الحضره ضد مصر طبعا. سواء من ناحيه الاقتصاد او من ناحيه السياسه يعني لا تريد لمصر نهوضا اقتصاديا ولا صعودا سياسيا. ف حضورك أضاف حاجة ليهم أو نقدر نقول يعني أزال لا شوف أنا مش هاخد المسألة بسؤالك من الناحية العاطفة بمعنى الكيد يعني أنا النهاردة أنا راجل شايفني بهذا الشكل وحاضر هذا المؤتمر فبقى حققت نجاح. لا القضية بالنسبة لنا مش كده بمعنى ما أنت على خلاف مع تركيا وتركيا حاضرة ومصر حاضرة مثلا بالتأكيد النمور كلها حاضرة الكبيرة فأنت إلى حد كبير جدا ما تقدرش تقول إن هي مش على وفاق معاك. لكن أنت إمتى تدي رسالة للعالم الخارجي من يتفق معك ومن يختلف معك إن أنا دولة هادئة سياسيا إن أنا دولة واعدة اقتصاديا إن أنا دولة هناك حالة من والكلام ده أنت إحنا ممكن نقوله بس لما بنقوله آلياته على أرض الواقع تختلف من أشياء بأشياء كثيرة جدا يا أيمن. آلياته على أرض الواقع بمعنى إيه؟ بمعنى إنك أنت بتتكلم عن قرية صغيرة كل شيء بالنسبة لك مكشوف فيه. آخر سؤال اتفضل. ما الذي ينتظر المواطن المصري من هذه القمة؟ أصعب سؤال. ينتظر المواطن المصري من هذه القمة أن يعود الدولار إلى سلم 5 جنيه والستة جنيه والأربعة جنيه. ينتظر المواطن المصري من هذه القمة أن تتحكم الدولة في مقدرات إنتاجها وارتفاع أسعارها. ينتظر المواطن من هذه القمة أن يكون هناك عدل في ميزان المدفوعات. ينتظر المواطن من هذه القمة أن يكون هناك معيار لعدالة اجتماعية صحيح يستطيع تطبيقه ويستطيع أن يستشعر به. ينتظر المواطن من هذه القمة أن يكون هناك استثمارات فعلية عملية تفتح آفاق عمل لأولاده ولإخواته ولأهله في شرق التفريعة وفي المناطق الصناعية 74 منطقة صناعية وغيره. ينتظر المواطن المصري الكثير مواطن جلد يتحمل الصعاب لكن ينتظر من حكومة تتعاطف معه وتدرك مشاكله وتتعاطى معها بحرفية وتذلل صعابه اللي بيعاني منها بشكل شبه يوم. نائب رئيس المركز العربي للدراسات دكتور مختار غباش شكرا جزيلا فندم. أشكرك نورتني يا فندم. شكرا.
النهارده كان الصوره كامله على موضوع قمه العشرين، قمه الأغنية، قمه الدول الحاكمه. اقتصاديا كان خلال الساعه الاولى، سياسيا كان خلال الفتره الثانيه. كنت معكم ايمن ابراهيم، الى اللقاء.